بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من النقاط الجميلة خالص اللي ممكن تستخدمها بشكل أجمل بالجافا سكريبت علشان تخلي الصفحة بتاعتك دايناميكالي الأكتيف ستيت. الكي وورد بمنتهى البساطة، في الوضع الطبيعي لو انت في لينكاتك مش بتلاقي فيه اي ستايلز مميزة، لكن اكشولي لو حطيت الكي وورد كلاس اكتيف على ال اي على عنصر معين من ضمن العناصر ديت، فطبعا المسألة محتاجة شوية جافا سكريبت عشان محتاجة شوية شروط. يعني أنا كده افتراضا بحط إن عنصر واحد هو بيكون العنصر الأكتف، ده بيمثل الصفحة اللي أنا واقف فيها دلوقتي حالا. فلو أنا عملت ريلود هلاقي إن ديت الصفحة اللي أنا واقف فيها. إيه التأثير ده؟ بنشوفه ساعات في أماكن مختلفة وفي مواقع كتيرة جدا، في جزئية منه مربوطة معايا بجافا سكريبت ديت بخصوص الأكتف ستيت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.